يعني ان شاء الله يكون مفروض هلا هذا الفاينل ميتينج تبعنا مسيو جيلبير ان شاء الله، لانه احنا بالشركه عندنا بنهتم بزبوناتنا، وحضرتك من اهم الزبونات الموجودين. ميرسي كثير. ملاحظ الشركه كلها تقريبا مجتمع كرمال السلوغون تبع السوبر كلود. بعد كلود ما ناطرينه، بس بده وين كلود؟ نعم نعم سي فيليب. مسيو جيلبير موجود. اهلا مسيو جيلبير، كيف حضرتك؟ كلود حضرتك مسيو جيلبير هو أهلين. صاحب هيدا اللاين تبع هيدا. تشرفنا. اهلا كلود بيكون هو المسؤول عن كل شيء اسمه كرياتيفيتي بالشركه. اوكي. وفي عندك كريستين هي كمان مسؤوله عن جرافيك ديزاين. هلو. في عندك كل شخص هلا اذا بتحب اعرفك عليه على السريع، في عندك جان ميشيل جا لسه في هيك حط بالمو احسن ما فكر عنه. اوكي طيب. في عندك ميشلين وفي بياتريس. هلا بعد في عندنا شو في ليك. خليني اقول لك، خليني اقول لك جون ايف. بتعرف اهلين اهلين تشرفنا. خليني اقول لك انا هيدا شوز، هيدا لاين جديد انا جايبه، وعامل نينو كورنيلي. اوكي. انه انا عامل كامبين كثير كبير، صرت دافع نص مليون دولار. يعني لازم بقى، ما بقدر بلش بحمله الاعلانيه عن طريقكم طبعا قبل ما انتو تعطوني سلوغن لامشي فيه. بس انا تكرم عينك. طبعا عم بروح واجي كتير لك وما عم يطلع هالسلوغن. يا ريت يا ريت قولوا لي شيء طلع معكم شيء. كلود خبرنا شو طلع. بفتح باور بوينت. بلا باور بوينت هلا على الايباد معك. على الايباد. طيب تفضل. عملنا يعني ريشيرش كتير، لانه اهم شيء بالاعلان هو السلوغن. اهم شيء لتسوق شيء، ما انتم كلكم ماركتينج وهذا. بس كلود كتير قوي يعني، طلع كل سلوغن اوف دغري. عطينا عطينا اول واحد. الصباط المريح نينو كورنيلي. هاي طلعت معك سلوغن هذا. الصباط المريح حلوه تشيب. هي حلوه بس بعد يمكن بيطلع معنا تشيب تشيب. ما ذا شوز فور يو. هذه على الانجليزي. هاي شوز فور يو بيعه ما منيحه. ما منيحه. لا قيله على الدينه. ذا شوز فور يو دعسه مش ناقصه. في نينو كورنيلي دعسة مش ناقصة. اوه كثير حلوة دعسة مش ناقصة. هاي كثير حلوة. يعني انه بس انه ما هي ما هي بدي بعد بدي الـ يعني يعني ستريت تو ذا بوينت عليها دغري. لحظة لحظة. ايه ايه في في كمان بتمشي على حرير. هاتوا ما حب كثير عربي تمشي على حرير. كأنك ماشي على حرير. شو قلت لي هي؟ هي جرافيك ديزاينر. بس بس وي شير اور ايديا. ما حلوة ابدا يعني بعدنا لحد قصة دعسة ناقصة. دعسة بعد دعسة بس دعسة مش ناقصة. اوكي بدي شيء دعسة. عم بقول لكم دغري مباشر. كلود عنده غير هيك يلقط يلمع يعني بس حدا يشوفه يسمعه يبين. كلود سلوغن اهم شيء. تفضل. ذا ليب اوف فيث. اي حلوة. منا هي هالقد بعد بعد في في شيء في تاتش ناقص. كيف يا جماعه نص مليون دولار انا حاطط. بليز لازم تلاقوا لي سلوغان على القليله على القليله يلقط. طلعته بالصباط. طلعت فيه بس انا كان صرت عن 3 نوي بلانش ما عم بقدر بعمل. ايه ما يعني. عن جد صرت موجع راسي كثير. انا مش ما عم بقدر. خيو مش قصه توجع راسك. خلص طلع لي اي سلوغان. ما عم بيطلع معي بقى. خلص لازم يطلع. خلص مثل اجره. نعم سوري. عم تقول لي نمت وما نمت وخلص مثل اجرك حيطلع شيء. بس بس شو قلت مسيو جيلبير؟ باردون بس انا عم اقول لك انه مثل اجرك طلع. بس هذا هي شو هي نينو كورنيلي مثل اجرك. برافو برافو. هاي انا طلعتها يعني. نينو كورنيلي مثل اجرك. مثل اجرك. مثل اجرك. اوه حلو كثير. نعملها تيزنج. نعمل تيزنج كامبين بالاول مثل اجرك. ما بيعرفوا العالم. حلو. بعدين بيطلع الصباح. شفت كيف؟ حلو. هلا هيدا بالنسبه للشوز. بالنسبه للبرودكت الثاني. اي برودكت؟ في برودكت ثاني. اي برودكت ثاني؟ الكوندوم دوبلكس. دوبلكس؟ نفس الشيء مثل الصباط. يعني دوبلكس مثل لا 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 شو جاي هيك يعني مثل كأنه ايه بس لا